ضنك العيش وشحة فرص العمل في القطاع الحكومي دفع بنساء بصريات إلى اللجوء لتعلم مهن وحرف مختلفة كالحلاقة والخياطة والأعمال اليدوية. نقابة العمال في البصرة عملت على مدى 5 أعوام مضت على زج متدربات بدوراتنا لتطوير مهاراتهن ليكونن عونا لأزواجهن في توفير المتطلبات المعيشية. قيم اتحاد نقابات العمال في محافظة البصرة مجموعة ورش تثقيفية وتوعوية وزيادة مهارات العامل البصري والعامل البصرية بشكل خاص لزيادة مهاراتهن لمساعدتهن يعني أزواجهن في العمل ومساعدة أطفالهن. اليوم تعرف الدخل المحدود للمجتمع وللعائلة البصرية بصورة خاصة إنه دخل يعني تحت خط الفقر خارق يعني بنسبة كبيرة. ممكن إنه هذه المهن وهذه الورش تساعدها إنه تفتح فد عمل يليق بها وما يخليها تحتاج لأحد. البرنامج النقابي المتضمن مجموعة ورش ودورات تخصصية أسهم بانتشال عدد من العائلات البصرية من خط الفقر ووفر سبوبة عيش لأرامل ومطلقات بعيدا عن أي معونات حكومية. دورة فني جمال مجانية طبعا كانت المشتركات 250 طالبة والكل استفاد من هاي الدورة، وبالنسبة لي أنا هم استفادت من هاي الدورة بمجال فن الحلاقة، تسريحات، ميك أب، هواي أمور يعني تطرقت هاي الدورة، والحمد لله والشكر تمت الدورة بنجاح. والله استفادينا هواي من هذه الدورة، وتقريبا الدورة قامت 5 أيام، واليوم حفل التخرج بما أنه مناسبة عيد المرأة، واستفادينا يعني هواي الأساتذة اللي إجوا ما قصروا عملي ونظري، يعني ما خلوا أحد، والدورة كلش حلوة صارت، أصلا يعني شيء للأحسن، وفي أشياء كنا ما نعرفها استفادينا هسه بالدورة واللي تعرفنا عليها. وبحسب نقابة العمال في البصرة فإن شريحة واسعة من النساء المتدربات بحاجة إلى مد يد العون من خلال إطلاق برنامج حكومي يدعم تأسيس مشاريع صغيرة توفر فرص عمل واسعة للبصريات. أثير العباد، ديوان نيوز، البصرة.